جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة خليفة العهد بالقائد الأعلى الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وأوجه دعمها. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية.